عاد هم لو عاد شاهد واحد حمر ما يعدل الليل ويا رياضهم اصلي بعدين برجع بشوف عاد صلاه لا نحن بتغلط صلاه الحين تغدينا تو غدا وصلاه صلاه كذا صلاه وقت واحد شاي حمر بس يعدل انتاك 60 هدو لا حول ولا قوه حياك الله بنيض الشاهي نلقي كيف هات مساك الشاهي ولعب ولعب والله سرع شربه بس سرع حبه بس كامل كامل حبه شوف يدي ويدك كانوا حبايب هكذا بنروح بنروح يدي ويدك فهموا بوقت الحبايب هم يلفون والله لا اله الا الله لا بس خلنا نشوف يدك عند يدينا يدينا ما يقصر مع يدك فهم ليش اصله يدك يومين عنده يدينا ما يقصر يدك مع يدي وهنا يعني تمت التلحم يقولها التلحم شرب الشاي تلحم متينه تمت شرب شرب ما بين الشعبين الشقيقين طيب شرب اول بنقوم ساخر ومحفوظ شفت كيف؟ لا حول شرب اول شرب كانك مستعجل يا اخي بنقوم غني بلحق الصلاه اصلا اصلي معنا بعد ما صلوا بنروح نصلي وياك طيب شرب شرب الشاي لا حول والله يا اخي تكون منك وتقوم تخرج تشيل نفسك يلا هيا يلا فوق يلا 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 وامنع الحين انت شيل نفسك بس روح البلاد تبي تروح البلاد لا؟ لان بس عاد ما يحتضر خلص وبروح عادك معك احتضر عاد ما يحتضر الحمد لله الله 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 كريم 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 ما شاء الله يا طايع ما شاء الله كم قلت لك قلبه واسع واسع ما يقول لعدل طول يا ريال عزمنا هنا لما قلنا واه لا قلت لك اللي بروح المطعم بس بطعم بلد مطعم واه وتدع الكرم كلها طايع اقول ثقلتوها علي لا 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 قلت لك شوف يا حيا حيا طيب اخبار الحمد لله كيف بديت لك سيارات راحت علينا كيف راحت سيارات قلنا بقول قربع عم طايع منين يبدا ولد عمي محمد بيروح المطعم شوف بده يروح المطعم بده ياكل يبدأ هنا بقوم هناك بتعشى عم طايع في الدار ريال كريم يحب الكرم يا خاش تفضل خذ شفته وقت لك خذ 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 قلت لك نفسه عزيزه يا حياك الله شفته شفته محمد تعال وش الدار اوه ما شاء الله قلت لك ريال قلت لك ريال الله ما شاء الله مع الرش وصل طول مع الرش وصل انا ما بروح بروح المطعم بس قلت له يقوم انت انا الحين قلت له ولد عمي تغدى تعشى في المطعم ولا شيء بيسعد مني بيسعد قلت له الله قلت له خيار طيب وشوف جزاك الله خير انا شوف الاخرين بلاد عندنا بنبني نذبح نذبح اقوم اجيب لك شيء اطلع شيء اجيب لك شيء وانت قال ابوي كذا ابو قادر انا هو يفر يبتش نفسه بتعادي يا ابن احني يا واحد فوق شو تعيب باطل باطل كبير زين هذا ما حد يقرب نفسه لو من نوع ذي له لقد غبقت المره ذي جيبته خلاص ابي واقف انفسني راحت سيارات قلنا بقول قربع عم طايع وده منين يبدا ولد عمي محمد بيروح المطعم شوف بده يروح المطعم بده ياكل يبدا هنا بقوم هناك بتعشى عم طايع في الدار ريال كريم يحب الكرم يا خاش تفضل خذ شفته وقت لك خذ 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 قلت لك نفسه عزيزه يا حياك الله شفته شفته محمد تعال وش الدار ما شاء الله قلت لك ريال قلت لك ريال الله مع الرش وصل طول مع الرش وصل ما بقى المحرية بروح المطعم بس قلت له يقوم انت انا الحين قلت له ولد عمي تغدى تعشى في المطعم ولا شيء بيسعد مني بيسعد قلت له باذن الله الله قلت له خيار طيب وشوف جزاك الله خير انا شوف الاخرين بلاد عندنا بنبني نذبح نذبح اقوم اجيب لك شيء اطلع شيء اجيب لك شيء وانت قال ابوي كذا ابو قادر انا هو يفر يبتش نفسه بتعادي يا ابن احني يا واحد فوق شو تعيب باطل باطل كبير زين هذا ما حد يقرب نفسه لو من نوع ذي له لقد غبقت المره ذي جيبته خلاص
بواف انفسني. شدي قران تحت عند الموسكارة ما قلت لك سكارة بنسمر رحب بنسمر في هواء يا قران يقولون واضح حين لي الحين انت ما تخرج من مهلته كلهم يبتلنا على الخيرات ويبتلنا على الاكل ويبتلنا على ما شاء الله وتقول ما ابغى لحين ما تخرج من مهلته كلها كثير هري خلها تمشي مهلتك على ما هي لا قوة بالله الله يلعن الشرفة سقان يربه سمدنا وبعد شرب لا تحمل الهلال صوت صوت اطلع صوت وادي عمر قال يا حسن المانع المانع تحكم في الوقت وزمان سكر 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 طلع له طلع له هذا الرجال ايش التحبي هذا يا طيب؟ عندي غربة شنو مستعى نفسي دحين ويلقون بالمزمار عقهم ولهم ملقين شرح ملقين شرح عليك هل يتولهون يا سيم؟ يتولهون هم؟ مستعى نفسي نقول لهم وابط يا طايح نحن الجيران فاهم يا يحيى فاهم انكم بتأثرون من هذا الشيء ها؟ ملقيبهم وهدي كل ملقيبهم؟ سؤال ينبلع معني انت راضي بالكلام هذا؟ لا بس خلاص؟ ما انا راضي بالهم انت بديت شفت شيء مني انت؟ ما شفتي منك ابدا صح كلامك بس انت المفروض يعني تتصرف ايه تتصرف يعني انت مسكين تحت التحبيه والدنيا والعالم وقال الناس معروفه مهرجان وبعدين كذا فاهم من لقيهم كذا طيب النهايه كذا هي النهايه ان شاء الله بعيد عن الحل وكان ذكرني بقول بعوض غلطان قول بعوض غلطان بعوض من غلطان بعوض غلطان ابو خاف الله تقول لا بس كنا خلنا على ناري خافوا والله تقول لا في انفسكم توري واو شد الرجال دي لما فوق الباب دحين يدق ولا قلنا اخواني انا حرام عليكم احنا في ذمتك الحين انتم جيتوا عندي ضيوف بس طيب تشاغبون لي اران تحت كل اللي شفناه ما صاح مني يا اخي ولا حد صاح مني طول الا بعد ما جيتوا انتم دحين ما فوق الباب الحين انت ما صاحت مني مو انا قلت لك اليار صاح منكم والله من اليار وح وش دخلنا باليار احنا؟ وش دخلك باليار؟ ما دخلك باليار؟ احنا من دارك هي؟ دارك كلني في دار اسوي اختيار لا نحن عندنا يا ناس عندنا تحت دري دري من امانتها كلها من اخرى من الماله والله حتى واحد من امانتها ما تكرمون يرسوا احسن انت كرمتنا احنا كرمتنا احنا رقيتنا احنا خاف الله سقع سقع قدام تعال سمع يا دان يا دان يا دان هودو الصوت هودو اسمع الصوت بعد